طيب، مساء الخير للجميع، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا بالجميع اللي انضموا إلنا لمنصة زوم في جامعة كبير زايد دار التربية الرياضية في نقاش بحث جديد: المعيقات التي تحول دون انتشار لعبة كرة اليد في فلسطين. هذا البحث طبعا من الأبحاث اللي بعتبرها مهمة جدا، للعبة مهمة جدا وعالمية، إلا أنها بتعاني لأمرين في فلسطين وما فيش عليها إقبال. طبعا من المهم كطلاب تخصص تربية رياضية وكناس يشتغلوا في دائرة التربية الرياضية ومستقبلا راح يكونوا جزء من المنظومة الرياضية الفلسطينية، إن نكون بدراسة هذا الموضوع حتى نحط بعين الاعتبار ونخلي اللجنة الأولمبية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة والاتحاد الفلسطيني لكرة اليد والمدارس والناس المعنيين جميعا في اتحاد ألعاب القوى والناس المعنيين في لعبة ألعاب القوى إنهم يعرفوا شو المعيقات، الأشياء اللي ممكن إنها تعيق انتشار هذه اللعبة حتى نطور ونحسن. لأن هدف البحث العلمي في النهاية إن نخرج فيه نتائج علمية مدروسة بشكل علمي منهجي بهدف التطوير وليس بهدف إن نحط بعض المعيقات على الناس. فهمي وفارس من الطلاب المميزين اللي كانوا رائعين خلال فترة ال4 سنوات اللي قضوها معنا، وبهنا أهليهم على هذه التربية وهذه الأخلاق وهذه المنتج اللي قدموه لنا إياه في هذه الفترة. وحقيقة أنا كنت سعيد في التعامل مع هذول الشخصين بالذات وأغلب طلاب تخصص التربية الرياضية إلا من رحم ربي، يعني مميزين جميعهم ما شاء الله عنهم. الدليل نحن في الشعب الفلسطيني لحد الآن نحن بنحافظ على قيمنا وأخلاقنا ومبادئنا، وهذه ثمرة جهودنا اللي ممكن خلال في يوم من الأيام إن نقدر نحرر فلسطين بوجود هذا الجيل اللي مبني على أسس متينة من الأخلاق والتربية، المواطن الصالح والإنسان الصالح. فهمي وفارس الآن المايك باتشن، بلشوا أعطونا مقدمة عن البحث تبعكم حتى نعرف ونعرف الناس الموجودين في الجهد العلمي اللي أنتم كنتوا فيه. تفضل. الله يسعد صباحك دكتور، أو مساك حسب التوقيت. الله يسعد الجميع اللي فاتوا. في البداية إحنا البحث تاعنا عن المعيقات التي تحول دون انتشار لعبة كرة السلة في كرة اليد في فلسطين. إحنا شفنا إنه في مشكلة، والمشكلة هي إنه لعبة كرة اليد مجموعة كبيرة يعني ما بيعرفوا شو هي أصلاً، ما بيعرفوا إنه في أصلاً لعبة اسمها كرة يد. فقررنا نعمل على المعيقات اللي بتعيق انتشار هاي اللعبة، خليها مش موجودة يعني ما حدا بيعرف عنها. بسم الله. المعيقات التي تحول دون انتشار لعبة كرة اليد في فلسطين من وجهة نظر طلاب كلية الرياضة في جامعة بير زيت. مقدمة: تعتبر كرة اليد كل رياضة جماعية منتشرة عالميا وتاريخها يمتد للعصور القديمة، وقد ظهرت في شكلها الحديث في القرن 19 في الدول الإسكندنافية والألمانية، وهي كذلك رياضة أولمبية وتتطلب مهارات مثل التفاعل السريع والتحكم بالكرة واتخاذ القرارات السريعة. تتألف اللعبة من فريقين، تسجيل الأهداف في مرمى الكرة في مرمى الفريق الآخر. تتطلب اللعبة استخدام تقنيات مختلفة مثل الاستلام والتمرير والرمي والإمساك والحركات الدفاعية. كما تعتبر كرة اليد رياضة ممتعة ومثيرة وتحتاج إلى لياقة بدنية عالية. في فلسطين تأسس الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد في عام 1964، ويواجه اللاعبين تحديات تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي والقيود التي يفرضها عليهم. تمت مشاركة فلسطين في الألعاب الأولمبية لأول مرة عام 1996 في أتلانتا الولايات المتحدة. مشكلة الدراسة: تحظى كرة اليد بشعبية واهتمام كبير في العديد من البلدان حول العالم بصورة عامة وفي الوطن العربي بصورة خاصة، ومع ذلك تواجه الرياضة في الأراضي الفلسطينية معيقات كثيرة تحيل دون ممارستها بشكل واسع ونجاحها في البطولات المحلية والدولية. وكون الباحثين طالبان في دائرة التربية الرياضية في جامعة بير زيت، يعتبر البحث في المعيقات التي تواجه هذه اللعبة في فلسطين من وجهة نظر طلاب كلية التربية الرياضية في جامعة بير زيت ضروريا للوصول إلى حلول تساعد على تنمية هذه الرياضة وتطويرها في المنطقة.
وقد يساهم ذلك في إيجاد فرص جديدة للشباب وتعزيز الصحة واللياقة البدنية في المجتمعات المحلية. يعني اللعبة مش منتشرة كتير عنا، يعني في كتير ناس ما بتعرفها، فإحنا ممكن نساعد الناس إنه تنتشر هاي اللعبة أكثر. أهمية الدراسة: انتشار كرة اليد في فلسطين يسهم في تعزيز الثقافة الرياضية والنشاط البدني بين الشباب. دراسة المعوقات التي تحول لانتشار اللعبة توفر فرصا لتسليط الضوء على فوائدها وتأثيرها على التنمية الشبابية والاجتماعية. التحليل الشامل للمعوقات يمكن أن يسفر على عن توصيات لتعزيز البنية التحتية الرياضية وتطوير الكفاءات الرياضية في فلسطين. كرة اليد تساهم في اكتشاف وتنمية المواهب الرياضية وتحسن اللياقة البدنية وتنمي مهارات التفاعل واتخاذ القرارات الصحيحة. ستساهم في تحسين مستوى العاملين في مجال كرة اليد وتوجيه الجهود لتعزيز الرياضة في فلسطين. البحث في مجال كرة اليد يسهم في إثراء المعرفة وتطوير الأدبيات البحثية في هذا المجال. أهداف الدراسة: تحليل وتوضيح المعوقات التي تحول دون انتشار كرة اليد في فلسطين، وذلك بهدف تعزيز وتطوير هذه الرياضة. من خلال تحليل المعوقات وتقديم التوصيات يمكن تحقيق تحسينات في البنية التحتية الرياضية وتطوير الكفاءات الرياضية في فلسطين. تعزيز الوعي والدعم المجتمعي لكرة اليد وتعزيز مشاركة الشباب والشابات في هذه الرياضة، وذلك لتحقيق تأثير إيجابي على المجتمع الفلسطيني بشكل عام. أسئلة الدراسة: استنادا إلى الحيثيات التي تم بناء مشكلة الدراسة عليها وعلى ضوء الأهداف التي تم تحديدها لهذه الدراسة، سيحاول الباحثان الإجابة على الأسئلة التالية: ما هي المعيقات التي تحد من انتشار لعبة كرة اليد في فلسطين من وجهة نظر طلاب كلية التربية الرياضية في جامعة بورزيت؟ هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى الدلالة 5% في المعيقات التي تحد من انتشار لعبة كرة اليد في فلسطين من وجهة نظر طلاب كلية التربية الرياضية في جامعة بورزيت؟ تكتب عن المقاييس السنة الدراسية والجنس ومستوى الاهتمام بلعبة كرة اليد. حدود الدراسة: الحدود الزمنية: الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022-2023. الحدود الموضعية: لعبة كرة اليد. الحدود المكانية: فلسطين. الحدود البشرية: طلاب التربية الرياضية في جامعة بيرزيت. مصطلحات الدراسة: كرة اليد هي رياضة جماعية تتمثل في تسجيل الأهداف برمي كرة من خلال اليد إلى مرمى الفريق الخصم. تتألف اللعبة من فريقين، ويحاول كل فريق تسجيل أكبر عدد من الأهداف برمي الكرة في مرمى الفريق الآخر. معيقات انتشار كرة اليد: تعني العوامل التي تحول دون انتشار واسع لكرة اليد في المجتمع. تتضمن هذه المعيقات الجوانب الاقتصادية والتنظيمية والتدريبية والثقافية والاجتماعية وغيرها. تتفاعل هذه الجوانب وتتراكم لتؤثر سلبا على انتشار اللعبة. الدراسات السابقة: تشير الدراسات السابقة إلى وجود عدة معيقات تواجه انتشار وممارسة كرة اليد وكرة الطائرة في عدة مناطق وبلدان. تشمل هذه المعيقات الجوانب المادية والإدارية والاجتماعية والتدريبية والثقافية. يشير الباحثون إلى وجود تحديات مثل قلة الإقبال وعدم توفر البنية التحتية الملائمة وقلة الموارد المالية وضعف التدريب وعدم انتشار الثقافة الرياضية المناسبة. كما يوصون بتوفير الدعم المناسب وتطوير البنية التحتية وتنظيم دورات تدريبية وتعزيز الوعي الثقافي لتعزيز انتشار وتطوير هذه الرياضات. الدراسات الأجنبية تؤكد أيضاً على أهمية توفير الوقت والمعرفة والدعم الاجتماعي في تعزيز المشاركة في الأنشطة الرياضية والترويحية. وقد امتازت هذه الدراسة عن الدراسات الأخرى بما يلي: الدراسات السابقة لم تتطرق للمعيقات المتعلقة بكرة اليد إلا دراسة واحدة، وهي دراسة حمدان كما ذكر سابقا. غطت أسئلة الاستبانة العديد من أنواع المعيقات كالاقتصادية والاجتماعية والإدارية والسياسية والتنظيمية والفنية. مجتمع الدراسة وعيناتها هم من طلبة الدائرة التربية الرياضية، وهذه ميزة لهذه الدراسة لأنها توجهت لشريحة من المجتمع ستحمل لواء الرياضة ورفع شأنها وتطويرها في المستقبل القريب. طريقة الدراسة وإجراءاتها: منهج الدراسة: استخدم الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وذلك لملائمته لطبيعة الدراسة الحالية من حيث دراسة واقع الظاهرة ووصفها.
ووصفا دقيقا والتعبير عنها كميا، حيث تم الرجوع إلى الأدبيات السابقة حول الموضوع والاستفادة منها في تصميم الاستبانة التي استهدفت جميع البيانات المتعلقة بالموضوع. بعد ذلك تم جمع تحليل البيانات ومعالجتها إحصائيا لإخراج النتائج ومقارنتها. مجتمع الدراسة، يتكون مجتمع الدراسة من طلبة تخصص التربية الرياضية في جامعة بيرزيت، والبالغ عددهم 450 طالبا وفقا لسجل التسجيل في الجامعة. عينة الدراسة، تكونت عينة الدراسة من عينة من طلبة التخصص الرياضي في جامعة بيرزيت، وبلغ عددها 55 طالبا وطالبة، وقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية. هلا بترككم مع فهمي يكمل. تمام. عندنا توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغيراتها. تبين الجدول التالي توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة. جدول رقم 1 توزيع افراد العينة حسب متغير السنة الجامعية. وحددنا للمتغير السنة الجامعية لسنة أولى وثانية وثالثة ورابعة. السنة الأولى كان عددهم 5 وشكلت نسبتهم 9.1. السنة الثانية كان عددهم 10 طلاب وكانت نسبتهم 18.2. السنة الثالثة كان عددهم 18 ونسبتهم شكلت 32.7%. والسنة الرابعة كان عددهم 22 طالب ونسبتهم المئوية 40%. الجدول رقم 2 توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس اللي هو ذكر أو أنثى. عدد الطلاب الذكور كان 36 ونسبتهم المئوية 65.5. عدد الإناث كان 19 وشكلت نسبتهم 34.5. والجدول الثالث توزيع أفراد العينة حسب مستوى الاهتمام بلعبة كرة اليد. اللي كان مستوى اهتمامهم باللعبة عالي كان عددهم فقط 4 نسبتهم 7.3. أما المتوسط 32 طالب وطالبة وكان عددهم 58.2%. وضعيف كان 19 طالب ونسبتهم 34.5. أداة الدراسة، اعتمد الباحثان الاستبانة كأداة للدراسة من خلال تصميم استبانة خاصة لهذا الغرض. تشكلت من جزئين، حيث اشتمل الجزء الأول على البيانات العامة والتي تمثل متغيرات الدراسة، وهي اللي زي حكينا أن السنة الدراسية، الجنس، مستوى الاهتمام بلعب كرة اليد. الجزء الثاني صمم بطريقة تعكس موضوع الدراسة، وكان مجموع فقرات الجزء الثاني 25 فقرة. صدق الأداء، تم التأكد من صدق الأداء في الدراسة الحالية بعرض على الدكتور المشرف والاستماع لملاحظاته واقتراحاته. تم أيضا عرضها على لجنة محكمين متخصصين للحصول على ملاحظاتهم وتوجيهاتهم. تم تنفيذ هذه الملاحظات بدقة وتعديل الأداء وفقا لذلك. ثبات الأداء، تم التأكد من ثبات الاستبانة من خلال حساب معادلة ثبات كرنباخ ألفا. وتظهر نتيجة كرنباخ ألفا أن دراسة أبعادها المختلفة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، حيث بلغ الدرجة الكلية 88.1%، وهي درجة عالية من الثبات. متغيرات الدراسة، عندنا متغيرات مستقلة اللي هي المتغيرة السنة الدراسية، واشتمل على 4 مستويات اللي هي زي ما حكينا سنة أولى ثانية ثالثة ورابعة. متغير الجنس ذكر وأنثى، متغير مستوى الاهتمام بلعبة كرة اليد اللي هو عالي متوسط وضعيف. المتغيرات التابعة وهي المتغيرات تمثلها استجابة أفراد العينة على باقي فقرات الاستبان في الجزء الثاني، وهي المعيقات التي تحول دون انتشار لعبة كرة اليد في فلسطين. المعالجات الإحصائية، تمت المعالجة الإحصائية اللازمة للبيانات من خلال استخدام الإحصاء الوصفي عن طريق الحاسوب واستخدام برنامج الرزم الإحصائي للعلوم SPSS كالتالي: استخراج النسب المئوية لأفراد العينة تبعا للمتغيرات البحث المستقلة، استخراج المتوسط خط الحسابية والانحرافات المعيارية تبعا لردود أفراد العينة على فقرات الاستبان في الجزء الثاني، اختبارات تصحيح الأداء. لقد تم اعتماد توزيع الفقرات في عملية تصحيح فقرات أداة الدراسة. مفتاح التصحيح زي ما هو مبين عنا: وافق بشدة، وافق، محايد، معارض، ومعارض بشدة. الوسط الحسابي كان 3.5 فوق 3.5 مرتفع، من 2.5 ل 3.5 متوسط، وأقل من 2.5 كان منخفض. نتائج الدراسة وتحليلها: أولا النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيسي، وهو ما هي المعيقات التي تحد من انتشار لعبة كرة اليد في فلسطين من وجهة نظر طلاب كلية التربية الرياضية في جامعة بيرزيت. توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: الفقرة المتعلقة بكلية الدعم الإعلامي وتغطية الأحداث الرياضية حصلت على أعلى متوسط حسابي بقيمة 4.2، وأهمية نسبية تبلغ 84.4%، يشير ذلك إلى وجود مستوى عالي للموافقة على هذه الفقرة. أما الفقرة المتعلقة بضعف العلاقات الاجتماعية بين اللاعبين حصلت على أدنى متوسط حسابي بقيمة 3.61%، وأهمية نسبية تبلغ 72.4%. على الرغم من ذلك فإن هذه القيمة لا تزال برضو مرتفعة. باقي الفقرات حصلت على المتوسط الحسابي بقيمة 4.5 وأهمية نسبية تبلغ 80.5%، وهذه الدرجة تعتبر مرتفعة أيضا. نتائج الدراسة وتحليلها: تلخص هذه النتائج أهم العوائق التي تحول لنا انتشار لعبة كرة اليد في فلسطين، ومنها قلة الدعم الإعلامي وتغطية الأحداث الرياضية في وسائل الإعلام المحلية، نقص الوعي العام بفوائد ممارسة كرة اليد وأهميتها للصحة واللياقة البدنية، نقص الدعاية والتسويق للعبة كرة اليد،
التحديات الثقافية أو التمييز الجنسي التي تمنع الفتيات والنساء من ممارسة كرة اليد، نقص التدريب المتخصص والمدربين المؤهلين، مشكلات التمويل والدعم المالي للأندية التي تقدم تدريبات كرة اليد، نقص فرص تعلم كرة اليد في المدارس والأندية الرياضية، قلة الدعم والتأييد الحكومي للاتحاد الرياضي لكرة اليد. نتائج الدراسة وتحليلها: تتوافق هذه الدراسة مع دراسة حمدان وآخرين التي تناولت عوائق انتشار لعبة كرة اليد، حيث توصلت الدراسة الحالية ودراسة حمدان مع دراسات أخرى لإنتاج متشابه في عدد جوانب، مثل وجود معوقات مادية تحول دون انتشار كرة اليد، وهذا يتوافق مع دراسة حمدان وآخرين ودراسة الميموني وعكور والحليق وخصاونة. اثنين ثلاث وجود معيقات إدارية تؤثر على انتشار اللعبة، هذا يتوافق مع دراسة الحليق وخصاونة ودراسة حمدان وآخرين. أربعة وجود معيقات فنية تحد من انتشار اللعبة، هذا يتوافق مع دراسة الحليق وخصاونة ودراسة خصاونة والخطيب. خمسة وجود معيقات اجتماعية تؤثر على انتشار اللعبة، وهذا يتوافق مع دراسة خصاونة والخطيب والحليق وخصاونة والمؤمن وعكور وحمدان وآخرين. تظهر هذه الدراسة والدراسات السابقة أهمية عدة عوائق في انتشار الألعاب الرياضية بغض النظر عن نوع اللعبة التي تم دراستها، وتشير إلى حاجة إلى التركيز على حل هذه العوائق لتعزيز انتشار الرياضة بشكل عام. نتائج الدراسة وتحليلها. ثانيا مناقشة نتائج فرضيات الدراسة. نتائج الفرضية الأولى: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في المعيقات التي تحد من انتشار لعبة كرة اليد في فلسطين بناء على متغير السنة الدراسية، حيث أن قيمة سيجنال 0.05 يرى الباحثان أن حجم العين وتفوق وجهات النظر قد يكون سببا لعدم وجود فروق دالة إحصائية. نتائج الفرضية الثانية: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في المعيقات التي تحد من انتشار لعبة كرة اليد في فلسطين بناء على متغير الجنس، حيث أن سيجنال 0.05 يرى الباحثان أن التوحيد في استجابة الأفراد وعوامل أخرى قد تؤثر أكثر من الجنس في تحديد المعيقات. نتائج الفرضية الثالثة: لا توجد فروق ذات دلائل إحصائية في المعيقات التي تحد من انتشار لعبة كرة اليد في فلسطين بناء على متغير مستوى الاهتمام بلعبة كرة اليد، حيث أن قيمة سيجنال 0.05 ويرى الباحثان أن وجود التجانس في مستوى الاهتمام من أفراد العينة وحجم العينة قد يكون سببا في عدم وجود فروق دالة إحصائية. الاستنتاجات: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة في المعيقات التي تحد من انتشار لعبة كرة اليد في فلسطين من وجهة نظر طلاب التربية الرياضية في جامعة الجزائر. تعزز المتغيرات الدراسة وهي السنة الدراسية، الجنس، مستوى الاهتمام بلعبة كرة اليد. بينت الدراسة أهم المعيقات لانتشار لعبة كرة اليد في فلسطين: قلة الدعم الإعلامي وتغطية الأحداث والمباريات الخاصة بكرة اليد في وسائل الإعلام المحلية. اثنين نقص الوعي العام بفوائد ممارسة كرة اليد وأهميتها للصحة واللياقة البدنية. ثلاث نقص الدعاية والتسويق للعبة كرة اليد في فلسطين. أربعة عدم وجود قاعدة من الناشئين في الأندية. خمسة وجود عقبات للفتيات والنساء لممارسة كرة اليد بسبب التحديات الثقافية أو التمييز الجنسي. ستة نقص التدريب المتخصص والمدربين المؤهلين. سبعة وجود مشكلات في التمويل أو الدعم المالي للأندية التي تقدم تدريبات كرة اليد. ثمانية عدم توفر فرص كافية لتعلم كرة اليد في المدارس أو الأندية الرياضية في المنطقة. التوصيات: في ضوء نتائج هذه الدراسة يوصل الباحثان بالتوصيات التالية: زيادة التغطية الإعلامية لأحداث ومباريات كرة اليد، تشجيع المشاركة النشئية وتطوير برامج تدريبية، التغلب على التحديات الثقافية والتمييز الجنسي، تطوير التدريب وتأهيل المدربين، توفير الدعم المالي للأندية وتحسين البنية التحتية، إدراج كرة اليد في المناهج المدرسية وتوفير تدريبات مناسبة، دعم حكومي قوي للاتحاد الرياضي لكرة اليد، وضع رؤية استراتيجية وخطط طويلة الأمد لتطوير كرة اليد، توفير فرص التطور والتدريب العالي للاعبين واللاعبات. هيك جاهزين إحنا. يعطيكم العافية وشكرا لكم على الجهد اللي قدمتوه. دكتور طارق معنا ولا فيه؟ معك دكتور، معك والله. دكتور طارق أهلا وسهلا فيك، وواحد فيك على منصتنا في هذا السيمينار الحلو كعنوان، وأتمنى يكون عجبك كمنهجية كإخراج. دكتور طارق أكيد عنده ملاحظات مهمة لهذا البحث وراح تكون قيمة جدا لتعطي قيمة علمية أكثر للبحث. دكتور طارق معك يعني يا دكتور رافي، ما دام أنت مشرف عليه أكيد يعجبني يعني طبعا. شكرا كثير لك دكتور. الله يرضى عليك، الله يسعدك يبارك فيك. أنا دخلت والله متأخر شوي، بس ولكن يعني بعض الشغلات اللي أنا بس اللي شفتها. روح لي على الفصل الثالث إذا في مجال. على توزيع عينة الدراسة. هون انت عينة الدراسة انت عملتها على اي مجتمع؟ على طلاب الرياضة عنا. على طلاب الرياضة جامعة بيرزيت. على طلاب الرياضة في جامعة بيرزيت. انت حاطط السنة الدراسية خمسة، الأولى والثانية عشرة والثالثة 18 22.
وحاطط الذكور 36 والإناث 19، هل في تجانس في العدد؟ الذكور كانوا أكثر. السؤال في تجانس؟ يعني في الإجابات أنت قصدك؟ يعني ممكن يعني أن عدد الذكور الأكثر بيؤدي إلى ممكن يكون لصالح الذكور. يعني صح ولا لا دكتور رافي؟ اكيد اكيد، بس انه حصر في عين يعني لو كان عدد مستخدم عند دكتور رافي بس عشان هيك يعني طبيعي جدا تطلع النسبه بهذه الطريقه، بس لو اخذوا عينه طبقيه بتكون افضل بحيث انها تكون نسبه وتناسب في ان بصراحه انه لازم ياخذوا العينه طبقيه صح؟ اكيد. فهي يعني ان شاء الله في الابحاث الجايه وامور عشان انت يكون في تجانس لازم تاخذ عينه طبقيه تمام، لان خاصه اولى كمان خمسه ثانيه يعني. طب انا بدي اسالك سؤال، سنه اولى باخذ كره يد واحد؟ لا. طب كيف ما اخذت عينه؟ هم اغلبيتهم كان مستواهم ضعيف. كيف اخذت سنه اولى من ضمن العينة بيلعبوش كرة يد؟ البحث لا مهاري ولا إشي، هي وجهة نظر اللاعبين الطلاب بسبب عدم انتشار اللعبة. يعني سنة أولى بعطيك، سنة ثانية بعطيك، سنة ثالثة بعطيك، حتى لو مش طالب جامعة ممكن يعطيك، بس كونهم رياضيين أكيد لازم يكون عندهم اطلاع على موضوع سبب عزوف هذه اللعبة، شو سبب إن في نقص في انتشار هذه اللعبة. فهذا هو يعني مش ماخذين يدرسوا موضوع كرة اليد في الجامعة، هي كرة اليد في فلسطين وعدم انتشارها من وجهة نظر طلاب تخصص. بزبط أحكي؟ تفضل. هلا احنا اولها ما كناش يعني بدنا على كرة اليد، فكنا متحيرين شو ناخذ، فاقترح علينا الدكتور رافي كرة اليد، وبعدين تذكرت انه يعني احنا كرة اليد ما عمرناش حدا حكى لنا انه نعملها ونلعبها الا لما حد ما يجينا على الجامعة، فعشان هيك حسيت انه موضوع منيح نحكي فيه، لانه هي رياضة حلوة يعني، بالذات لما اخذت كرة يد اولى كثير عجبتني الرياضة انا. يعني انا عشان اجاوب على السؤال لازم انا امارسها يعني عشان اعرف شو اسباب العزوف صح؟ احنا هذا اللي بتحكي فيه عدم انتشارها الدكتور رافي. يعني هي ممكن دكتور ان ناخذها على لاعبين قريبين، ممكن ناخذها على ناس مراقبين، احنا اعتبرنا طلاب الرياضه هم عباره عن ناس مشجعين ومراقبين لان مش ممارسين. تمام. فانا دكتور والله انا كان هيك تفضيلي للموضوع هذا، لو رحت اخذت العينه على الطلب الذين يعني اخذوا كره يد وبعد شفت اسباب العزوف حتى الطالب يعرف شو حتى الطالب دكتور يعني احنا يعني خلينا نكون واقعيين، الطالب اللي اخذ تخصص ماده كره يد ما بيقدر يعطيك اسباب عدم انتشارها، اللي بيعطيك عدم انتشارها الناس القريبين من اللعبه. فاحنا هنا خصصنا المجتمع في طلاب تخصص التربيه الرياضيه فقط، مع ان عارفين حتى لو اخذ يد واحد يد اثنين ما بيقدر يحصل شو الاسباب، لانه هو اصلا مش منتسب لنادي ومش مراقب للحاله الرياضيه بشكل عام، لكن هو بيقدر انه يعطينا اجابات عن طريق المدرسه عن طريق رايه الشخصي. اما بس اذا بتاخذها اصلا بشكل تغير الاسباب بشكل صحيح، اما بتاخذها للاعبين او لانديه يعني اداريين في انديه ناس قريبين من الحاله 100%. معنى في عندنا متغير من المتغيرات المستقله انتشارها اعلاميا، يعني هم ما بعرف شيء انتشارها اعلاميا شيء في انتشارها اعلاميا يعني. ما فهمتش عليك دكتور. المتغيرات المستقله عندك ايش انت ماخذ؟ ما هي قدامك متغير السنه، متغير الجنس، ومتغير مستوى الاهتمام. مستوى الاهتمام، مستوى الاهتمام حسب مستوى الاهتمام باللعب. ما عم تقول لك يعني انت الاهتمام باللعبه لطلاب سنه اولى ما بيعرفوش تاع كره اليد، يعرفوا شو مستوى الاهتمام باللعبه دكتور بطر. يمكن انا خلاص مش مشكله وأنا خلينا نتكلم على شيء ثاني. خلينا هون بس. وانا في المدرسه وبكاش عندنا تنس ارضي في فلسطين كلها، بكيت اتابع كل مباريات التنس الارضي 3 و4 ساعات وخمس ساعات. فممكن مستوى الاهتمام مش بالضرورة يكون في داخل الجامعة، يعني ممكن يكون في المدرسة، ممكن يكون في الشارع. هو بيجاوبني يا دكتور انه بيقول لي ان السنه الاولى هذول ما بيلعبوهاش بيعرفوش عنها إشي. هو هيك بيعتقد، هلكيت هذا بيفترض، هلكيت هذا بجوز يبين معك في البحث ان السنه الاولى شو طلع معك النتيجة انتم في السنة بين السنوات.
نسبتهم كانت 9.1 يعني كثير قريب. في الفروقات بين السنوات لصالح مين ولا لا توجد فروق؟ لا كانت الفروقات كل ما تكبر بيكون فروق اهتمام أعلى. ممتاز خلاص بينت الفروق يا دكتور طارق اللي تحكي فيه صحيح. بس كنت أحكي لك كمان شغلة دكتور طارق، يعني إحنا كنا نقدر نعمل عن معيقات انتشار كرة الطائرة مثلا مش بس كرة الماء، يعني إحنا بس بدنا المعيقات اللي تمنع انتشار الألعاب الرياضية ككل يعني. طيب روح لي على النتيجة، على النتيجة اللي أنت هان قلت لي إن في تجانس هان قلت لي آه فيش تجانس قلت لي هان في، روح على النتيجة اللي أنت حطتها في المناقشات اللي تحت. انت حطيت في المناقشات اللي تحت انه لا يرى الباحث ان بسبب ان النتيجه بين الذكر والانثى لانه يوجد تجانس بافراد عينه البحث. شو في النتائج الفصل الرابع بين الذكر والأنثى أنت حطيت أنت قلت يعزى الباحث أو يرى الباحث لأنه بسبب وجود تجانس. بين الذكر والأنثى. خليك أنا 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 ارجع. هاي. أقرأ آخر إشي. ويرى الباحثان أن وجود التجانس في مستوى الاهتمام بين أفراد العينة وحجم العينة قد يكون سبب في عدم وجود فروق. أيوه. دكتور. السنة الدراسية. أني دكتور تتسأل عنها. الثالثة ولا الثانية؟ الفرضية الثالثة. هو عم بحكي. وجود التجانس. اللي فوقها نتائج الفرضية الثانية. اللي هي الثانية التوحيد أو الثالثة. هل كانت فيش عندنا فروق يا شباب؟ من رجحها ليش؟ إن البيئة الفلسطينية واحدة من جميع الثقافة المنتشرة حول لعبة كرة اليد واحدة بين الجنسين فأدت إلى عدم وجود فروق. هذه التعليل لها مش تعليل بدي يوضحوه صح؟ ها؟ بدي يوضحوه. لا هو المفروض هذا غلط الكاتبين يا رب أحذان التوحيد ما بالضبط بدي يعمل إشي غير هيد. فيش فروق يعني إن إحنا بسبب الثقافة السائدة عن لعبة كرة اليد في فلسطين أدت إلى عدم وجود فروق بين الجنسين بحيث أن المعلومات المتوفرة عند الذكور وعند الإناث كانت واحدة وهذا سبب عدم وجود فروق بين الجنسين. صحيح 100% دكتور. بدهم يغيروها. بدهم يغيروها طبعاً. بدهم يغيروها. أيوة. والفرضية الثالثة. الفرضية ماشي ممكن بس ممكن. والفرضية الأولى يا دكتور عشان يرى الباحثين حجم العينة واتفاق وجهات النظر. لا 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 هذا حتى ما دخل الشيء يعني. أنا فكرة اليد بناء على متغير السنة الدراسية. سألتهم سؤال وتجاوبتوني غلط قبل شوي. صحيح. أنا سألتهم في بالنسبة للسنوات لمين طلع الفرق؟ قلت له للمتقدمين في السنوات طلع لا فيش فروق. 100% وهنا عكس الكلام. هنا فيش فروق بين السنوات المختلفة بسبب ضعف في متابعة الطلبة أو ضعف وجود لعبة كرة اليد في المدارس أدى إلى ضعف انتشار اللعبة وأدى إلى ضعف المعلومات الموجودة عن اللعبة لدى الطلبة. وعدم انتشار الأندية في فلسطين أدى إلى عدم وجود فروق في بين المتغيرات بحيث أن جميع الناس سواء كان سنة أولى ولا سنة ثانية ولا سنة ثالثة ولا رابعة بيحملوا نفس المعلومات. تعليلات تبتلها غلط. كل ما تقريبا الكل كانت إجابته نفس الإشي بس كان فروق فرضية خفيفة. ماشي ما هو طالما أنت بتفحص الفرضية عند 5% طلع فيش عندك فروق. هذه بدل على إيش؟ على أن الجماعة سواء كان سنة أولى عمره 18 سنة ولا 22 سنة أعطاك نفس النتيجة.
شو السبب؟ هذول جميعهم جايين من نفس المدارس. المدارس يعني انت بدك تروح كباحث بدك تعلم نتيجتك، بدك تبين للي بيقرأ لك ان هذه النتيجه كانت مقنعه، وانت كباحث بتبرر ليش صارت هذه النتيجه بهذه الطريقه. فانت لما تبرر هذه النتيجه بدك تروح ان هذول الاولاد جايين من نفس المدارس، نفس المناهج الحكوميه ادت فيهم انهم ما صار في عندنا ثقافه عاليه على المجتمع، عدم انتشار الانديه في فلسطين خلى في غياب على وجود ثقافة عالية في هذه اللعبة، فالثقافة كانت متساوية بين جميع السنوات. غيروا النتائج جميعا. غيروا بدلوا. في التوصيات. روحوا وصلوا. يلا هيا التوصيات. لا النتائج الاستنتاجات اللي فوق. عدم توفر فرص كافية للتعلم كرة اليد في المدارس أو الأندية الرياضية في منطقتك. يعني أنت المدارس بتعطي كرة اليد، أنا بعرف. مش الجميع. ما عمرناش أخذناها إحنا. يعني هو شو هي أنا بجوز تفرق عند الأستاذ اللي بعطي. بس يعني 90% من الأساتذة يعني على أيام. ممتاز ممتاز بش هيك بش هاي الاستنتاجات المفروض يعني. انت كنت خططها في طلعت عندك من نتائج الجداول هي دكتور هذول الموجودات قدامك هذول اللي هن من الفقرات هذول لنا على الفقرات واقل الفقرات خلاص خذ من النتيجه تاخذها من الفقرات بتغير استنتاجات كل نتيجه بتكتبها ها مثل ما هي مالي. يعطيك العافيه دكتور وشكرا لك ويعطيهم العافيه الله يخليك وان شاء الله نشوفكم قد الدنيا كلها بكره ان شاء الله في المجال العملي دكتور طارق شكرا للمعلومات شكرا لكم المعلومات كانت قيمه وبالعكس يعني هي اضافت للبحث العلمي اشياء مميزه وحط قوه من البحث وصلحت بعض مجموعه من الاخطاء اللي كانت وارده في البحث دائما دكتور طارق يعني بيكون موجود ما بمرر اي خطا وهذا شيء مهم جدا ان احنا جايين نصلح مش جايين نجامل بعض في الابحاث العلميه، البحث العلمي لازم اي خطا فيه ما يمر مر الكرام، بالاخص في النتائج والتوصيات والتعليق على النتائج، شكرا لك دكتور طارق على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وشباب يعني شكرا لكم على الجهد بغض النظر انه كان فيش عمل يخلو من الاخطاء، ولا في عمل في الدنيا يخلو من الاخطاء، مهما كانت قوه الشغله الوحيده اللي فيش فيها خطا هي القران الكريم، والباقي اي شيء قابل للتعديل والتغيير فمشكورين جدا على الجهد اللي كنتوا فيه بتمنى لكم التوفيق في حياتكم القادمه وشكرا على الفتره اللي قضيناها مع بعض في داخل جامعه بير زيد كانت ايام حلوه ومميزه وكنتم حقيقه راقيين في التعامل اللي كنتوا يعني تركتوا اثر مليح ورائع في داخل دار التربيه الرياضيه على زملائكم وعلى اساتذتكم بتمنى لكم انكم تستمروا في النجاحات وتكون هذه بدايه لنجاحات اخرى في مسيرتكم العلميه بعطيكم المايك اذا بدكم وببارك لاهلكم اذا موجودين الف مبروك وان شاء الله بتشوفوهم يعني في اعلى المراتب باستمرار فارس وفهمي معكم المايك اذا بتحبوا تهدوا تفضلوا لا لا بسم الله اهدي نجاحي لهذا اليوم بعد مناقشه مشروع تخرجي الى من مهدت لي طريق العلم الى النور الذي انار دربي والسراج الذي لا ينطفئ نوره في قلبي الى من تربيت على يدها الى التي رافقتني منذ اول خطوه خطوتها في مسيرتي التعليميه اهدي فرحي ونجاحي وسعادتي الى والدتي العزيزه اهدي تخرجي هذا الى روح والد الذي لم يشاهدني وانا في هذه الخطوه في حياتي فكم كنت اتمنى ان تكون بجانبي في هذه اللحظه الجميله رحمك الله ونار قبرك وانطلاقا من مبدأ أن لا يشكر الله لا يشكر الله من لا يشكر الناس فإننا نتوجه في الشكر والجزيل لأستاذ المعلم والدكتور رافع عصفور الذي رافقنا في مسيرتنا لإنجاز هذا البحث وكانت له بصمات واضحة من خلال توجيهاته وانتقاد البناء والدعم الأكاديمي شكرا كثير يعطيك العافية دكتور شكرا كثير على كل الفصل كان السنين كلها كانت سنين مرتبة أهدي تخرجي لأبوي اللي لولا تعبه ما كنت راح أكون بهذا المكان ولأمي على الليالي اللي سيرتها معنا لنوصل لهون الله يطول بعمرهم على تشجيعهم ودعمهم الدائم لعيلتي كلها صغيراً وكبيراً على وجودكم من حولي وطبعاً أكيد لدكاترتنا منارة العلم يلي ما قصروا معنا أبداً
خلال الفترة المسيرية، الزملاء والأصدقاء اللي هونوا علينا كثير وشاركونا كل اللحظات، لكل الأصدقاء اللي كان لهم دور البارز فيما وصلتوا إليه، أهدي تخرج إليكم يا من كنتم مصدر القوة والعزيمة، لقد كنتم خير الرفيق ونعم الصديق في المرحلة الدراسية، أدام الله عليكم الابتسامة والفرح ووفقكم لكل ما تحبون. دكتورنا العزيز دكتور رفي، الله يطول بعمرك ويديمك، أكثر حد اشتغل عن جد وتعب كثير، الله يعطيك العافية يا رب، وشكرا كثير على وقتك الغالي اللي كنت تعطينا إياه. الله يسعدك. مبروك يا جماعة، إذا أهلتم بتم يدخلوا يبارتوتن، نعطيك الكيكتين، تبارتو تهنوا بعض، وبعدها بسجل. ألف مبارك أبو الفوارس، ألف مبارك، أبدعتوا يا شباب، يعطيكم العافية. الله يسعدك. يعطيكم العافية يا شباب، ما شاء الله عنكم، مشروع رائع جدا، ألف ألف مبروك. الله أحلى أبو عزيز. مبروك يا شباب، مبروك فهمي، مبروك فارس، إن شاء الله إن شاء الله يا رب. ألف مبارك أبو الفوارس غالي، مبارك يا شباب، أبدعتوا. ألف مبروك فهمي. الله يبارك فيك حبيبي نزار حبيبي. إن شاء الله نشوف المراتب موفقين. ألف مبروك أنت صاحبك، ألف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا أم حبيبتي، الله يبارك فيك يا روحي حبيبي. يا ألف مبروك من الأعلى حبيبي. أحلى شباب والله، غوالي كلكم على راسي. طيب يا شباب، يعطيكم العافية، مبروك، وإن شاء الله ربنا بوفقكم في هالدنيا، ونشوفكم زملائنا بالسلامة. الله يعطيكم العافية، مع السلامة.